العلاقة انتهت بناء على رغبة تركي آل الشيخ ورافض النادي الأهلي عدة مرات للاستجابة إلى هذا الطلب. بيان النادي الأهلي هو بيان تاريخي بكل المقاييس، هقوله لحضراتكم انطلاقا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية يجد المجلس لزمن عليه أن يضع أمام الرأي العام عددا من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات. واحد، التزم مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس وترفع كثيرا عن الرد ويتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول العلاقة مع السيد تركي آل الشيخ التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح من جانب آل الشيخ ذاته، سواء بالتصريح المباشر طارة أو بالتلميح طارات أخرى على نحو غير مسبوق. وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرا لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء. فضلا عما يرتبط به النادي تاريخيا مع رموز المملكة وأمرائها من علاقات فخرية أصيلة، واحتراما للسيد تركي آل الشيخ كرجل مسؤول في حكومة الدولة لها مكانة خاصة في قلوب. التجاوزات والاتهامات المتكررة من جانب آل الشيخ التي قابلها المجلس بالصمت كثيرا بحكم موقفه المسؤول، دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ العديد من الإجراءات حفاظا على قيمه، على قيمة النادي ومكانته، وكشفا للاتهامات الباطلة. تقدم المجلس بمذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 27/5/18 يطلب فيها إفادة لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ، تبرعات مالية، إعارات لاعبين، مباريات ودية، هدايا عينية وأوجه الصرف. إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر، لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق. وأمام إصرار النادي تشكلت اللجنة الوزارية في 18/7/18 وقامت بعمل التفتيش والمراجعة، وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته. قبل أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة، فوجئنا بتقديم السيد تركي آل الشيخ بلاغا جديدا للنائب العام موجها لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية، فضلا عن تناوله هذه الادعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك. ولاحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات تجاوزت الست بلاغات تقدم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنا معه، وهو ده مربط الفرس. دخول رئيس نادي الزمالك في العلاقة ساهم في إفساد هذه العلاقة بين النادي الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ، وده اللي بيتقال صراحة في بيان النادي الأهلي، وده اللي كل الناس العقلاء حذروا منه وقالوا إن وجود رئيس نادي الزمالك في وسط العلاقة ده هيؤدي إلى يعني إفساد العلاقة بشكل أو بآخر أو إساءتها. وده هنا رئيس نادي الزمالك مال، يعني رئيس نادي الزمالك ماله في علاقة بين مستشار تركي آل الشيخ وبين النادي الأهلي، يروح يقدم بلاغات ليه؟ علاقته بالموضوع. تقدم بجمعها رئيس نادي الزمالك متضمنا معه ومرددا ذلك ذات الاتهامات، وحيث بشرت نيابه الاموال العامه العليا التحقيق في كل البلاغات وامرت بتشكيل لجنه خماسيه رفيعه المستوى من خبراء وزاره العدل اللي هو الكسب غير المشروع، بعد تاكد من سلامه جميع الاجراءات الماليه والاداريه والمحاسبيه الخاصه بالتبرعات، وان جميع الهدايا المقدمه تم ايداعها بخزينه النادي بحسب الثابت في السجلات، الى ان صدر مؤخرا قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهه جرائم العدوان على المال العام او الاضرار به. قدم مجلس الإدارة للسلطة القضائية المختصة كل الأدلة والمستندات الدامغة مدافعا عن سمعة النادي والقائمين عليه، عندما قام البعض مدفوعا بترديد نفس الأباطيل والاتهامات الكاذبة برفع دعاوى قضائية في المحاكم بهدف تشويه صورة المجلس فيما يخص العلاقة مع السيد تركي آل الشيخ، فكان الإنصاف الكامل والحاسم بصدور حكم قضائي نهائي بات يقضي ببراءة مجلس الإدارة من الدعاء قبول التبرعات بالمخالفة للقانون، مؤكدا على سلامة جميع الإجراءات المجلس في هذا الشأن. الجزئية اللي بعدها، لم يقدر السيد تركي آل الشيخ أن مجلس الإدارة لا يمكنه بأي حال أن يمس ثوابت النادي أو يتنازل عن الآلية الشرعية لاتخاذ القرار. هنا فرق السرعات اللي كنا بنتكلم عليه، إن المستشار تركي آل الشيخ مع كابتن الخطيب بيتفقوا على حاجة عاوزينها تتنفذ دلوقتي، المجلس بيقول لازم في آلية، لازم يبقى في مجلس إدارة، لازم يبقى في الناس عارفة، لازم يبقى الأمر يمر بدورته المستندية ودورته الإدارية. بأي حال يمس ثوابت النادي أو يتنازل عن الآلية الشرعية لاتخاذ القرار، أو لا يمكنه أن يمس بأي حال ثوابت النادي أو يتنازل عن الآلية الشرعية لاتخاذ القرار، مما أدى إلى خلافات أعلن على أثرها آل الشيخ استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتين، ورفض مجلس الإدارة مناقشة تلك الاستقالات رغم الضغوط الجماهيرية التي تعرض لها حينذاك، مراعاة لحساسية المركز الوظيفي
لآل الشيخ وتقديرا للشخصيات المسؤولة نقدرها ونحترمها التي تدخلت لتقريب وجهات النظر في حين. وفي ضوء ما سبق وبعد إجلاء كل الحقائق وكشف الزيف ورد على الاتهامات الباطلة لم يمنع مجلس الإدارة، يعني بعد ما خلصنا كل الموضوع ده في الشق القانوني لم يمنع مجلس الإدارة في فتح صفحة جديدة من العلاقة بعد أن مد السيد تركي آل الشيخ مجددا يده للسيد رئيس النادي وقام بزيارته في منزله ومباركة بعض المسؤولين للاطمئنان على صحته مبديا رغبته في طي صفحة الماضي واستعادة العلاقات الطيبة وترفع المجلس عن كل الصغائر تقديرا للعلاقات الحميمة مع المملكة العربية السعودية من جانب وكون آل الشيخ رجل دولة له تقديره من جانب آخر. لكن ما جرى مؤخرا فاض معه الكيل وثبت أن هناك من لم يقدر الموقف المسؤول لمجلس الإدارة الذي تحمل ما هو فوق طاقته. لذا وحرصا على قيمة النادي ومكانته ومشاعر الملايين من أعضائه وجماهيره فقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم وقرر بالإجماع ما يلي: 1. إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي. إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق يعني اتلغى كان القرار ايه منح السيد تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية. هنا إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي. 2. مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة. يعني هنا المجلس الإدارة بيقول لوزير الشباب والرياضة لازم توافق أن احنا نرجع الحاجة دي اللي هي إيه؟ أي حاجة عينية أو أي حاجة مادية نرجعها لأنها دخلت خزينة النادي، فعشان تخرج لازم موافقة وزير الشباب والرياضة على هذا الأمر. ده القرار الثاني. 3. اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي فيما يخص محمد سراج اللي هو يبقى 1. إلغاء قرار المجلس ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء الشرف. 2. مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية. يعني كده بنرجع كل حاجة بس لازم الوزير يوافق لأن دي أمور دخلت النادي الأهلي. 3. اطلع المجلس على الاعتذار الكتاب المقدم من السيد محمد سراج عضو مجلس الإدارة عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السيد أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي في قرار مجلس إدارة بالموضوع ده من ساعة أزمة الدكتور رانيا علوان. وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج عن تقاليد النادي قرار المجلس قبول اعتذار سيادته منظورا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره. كخبر برضو اللي قلت لكم امبارح إن سيتم توجيه اللوم إلى الدكتور محمد سراج. اللي قلناه امبارح حصل النهارده بالتفاصيل قبول الاستقالة، توجيه اللوم إلى محمد سراج، إلغاء مهرجان عاشور، مقاضاة نادي الزمالك. أهو بس أنا بجيب لكم من هنا بفضل الله عندنا مصادرنا القوية داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقارير النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلا. 4. اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط. امبارح كابتن سيد قال لك إحالة الأمر لجنة التخطيط، لكن هو معروف إلغاء المهرجان. إلغاء توصيتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي والتمنيات له بالتوفيق. طيب هو هنا حسام عاشور الضحية ليه؟ حسام عاشور اتقال له اكتب خطاب الاعتذار وروح بيه للسيد عبد الحفيظ العين السخنة وهاته عشان ناخد قرار بالتمرير، ومجلس الإدارة خد قرار بالتمرير. هنا مجلس الإدارة بيحمل حسام عاشور مسؤولية الأزمة. ليه؟ لأن هو رده أو النقل اللي نقله للمستشار تركي آل الشيخ يعني كأن الناس بتتهرب. ده الواضح في المداولات عشان بس يبقى الكلام واضح. فبالتالي هم بيقولوا له أنت السبب في الأزمة دي كلها. فهنا لغوا له كل الامتيازات. إيه الامتيازات؟ إقامة مباراة اعتزال، تعيينه في قناة النادي، تعيينه في النادي،
طيب تعينوا في قناه النادي. خليني اقول لكم مفاجاه، ان كان مفترض امبارح يلتقي محمد كامل رئيس مجلس اداره او الرئيس التنفيذي لشركه استادات لايف او لا لايف استادات اللي واخده قناه النادي الاهلي لتوقيع عقد جديد مقابل 2 مليون جنيه سنويا او 3 مليون مش فاكر، والتعاقد لمده سنتين. لم يتم بالامس ابرام هذا التعاقد، لم يتم بالامس ولا اللقاء اصلا. فهنا حسام عاشور اتلغى له المهرجان، واتلغى له التعيين في النادي، واتلغى له العمل المذيع، والكابتن التاريخي للنادي الاهلي تم خلاص عشان غلطه. اتفرم حسام عاشور. خمسة، اعتماد توصيه اللجنه القانونيه باتخاذ الاجراءات التاليه للحفاظ على حقوق الملكيه الفكريه، موضوع نادي القرن بقى ونادي الزمالك، للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليه. الاجراءات اللي هيتخذها مجلس اداره النادي الاهلي لحمايه موضوع نادي القرن، كلام اللي قلت لكم عليه، ليها مقاضاه الزمالك في المحاكم المدنيه. هنشوف هنا مجلس الاداره قال ايه. واحد او الف، التقدم بشكوى لوزير الشباب والرياضه لازاله اسباب المخالفه. وزير الشباب والرياضه اللي هو الاب الروحي او صاحب السلطه الاولى على كل المؤسسات الرياضيه الموجوده في مصر، الاهلي هيلجا اليه. التقدم بشكوى الى وزير الشباب والرياضه لازاله اسباب المخالفه بالتعدي على حقوق النادي الاهلي باعتبار انه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الاداريه المختصه للقوانين واللوائح والقرارات المنظمه لها وفق ما تنص عليه الماده 1 من القانون رقم 71 باصدار قانون الرياضه. يعني النهارده وزير الشباب والرياضه هو المسؤول، فالاهلي بيلجا له بيقول له الراجل ده خد حقنا وسطى عليه، خد قرار ضده وهو رئيس نادي الزمالك. ب، التقدم ببلاغ رسمي الى جهات التحقيق المختصه للتحقيق في التعدي على حق من حقوق من الحقوق المحميه للنادي الاهلي والمنصوص عليها بقانون حمايه الملكيه الفكريه. التقدم ببلاغ الى جهات التحقيق المختص. انت النهارده النادي الاهلي خد لقب نادي القرن من 20 سنه واتكرم عليه من 20 سنه وعمل وبقى مرتبط باسمه، انت اعتديت عليه، فالناس بتشتكي. انت عندك شكوى روح بيها للمحكمه الرياضيه الدوليه، الكلام اللي بقوله دايما، روح بيها للمحكمه، حكمت لك يبقى انت نادي القرن، ما حكمتلكش يبقى خلاص. لكن الى ان تفصل في الامر الجهه المسؤوله والتنفيذيه الوحيده المسؤوله عن موضوع منح لقب نادي القرن هو الاتحاد الافريقي لكره القدم، منحه للنادي الاهلي. انت دلوقتي بتعلق يافطه بتقول انا كذا كذا، التسعه اكبر من السبعه، التسعه اكبر من السبعه، لكن اللوائح اللي اتطبقت في الاتحاد الافريقي هي نفس اللوائح اللي اتطبقت في الاتحاد الدولي لكره القدم، ومنحت انديه اخرى لقب نادي القرن زي ريال مدريد، زي مانشستر سيتي اللي عنده 5 القاب هو الثاني، واي سي ميلان واخد السادس رغم ان هو عنده 13 لقب. ده بقى موضوع نختلف نتفق فيه، لكن في الاخر السطو على الحقوق. فهنا النادي الاهلي بيلجا الى المحاكم المختص، اقامه دعوه تعويض امام المحاكم المختص اللي انا كنت بقول لكم امبارح عن الاضرار الماديه التي اتلحقت بالنادي الاهلي واستثماراته وحقوقه التجاريه نتيجه التعدي على لقبه وشعاره والذي يعد احد مكونات وعناصر استثمارات. يبقى كده كل القرارات اللي قالها لكم انكل ابو المعطي زكي الوحيد في كل وسائل الاعلام المصريه اللي طلع لك بقرارات مجلس اداره النادي الاهلي قبلها بيوم، الوحيد في كل وسائل الاعلام المصريه والعربيه والعالميه، طلعت لك بالثلاث قرارات قبلها بيوم. ده بتاع بقى الصحافه، بشتغل شغل صحافه، رايي ده بقى موضوع تاني في حاجه تانيه، رايي ده موضوع تاني في حاجه تانيه. وفي هذا الصدد يحدد مجلس اداره النادي الاهلي مشاهده جماهيره الغفيره. خلي بالكوا برضو دور ده، هنا بقى دور المسؤوليه اللي بيقوم بها النادي الاهلي مع جماهيره، الحرص على قيم وتقاليد النادي دون الاساءه الى اي شخصيات او هيئات فرديه او اعتباريه، انتصارا للقيم الرياضيه والعلاقات الطيبه الواجبه. اللي كاتب البيان ده وزير خارجيه. ليه بقى بيقول لك هنا الحرص على قيم وتقاليد النادي دون الاساءه لاي شخصيات او هيئات فرديه او اعتباريه؟ يعني لا تسيء يا عم للمستشار تركي الشيخ رئيس شرف النادي الاهلي على مدار 3 سنوات، ولا تسيء الى نادي الزمالك، ولا تسيء الى رئيس نادي الزمالك، واحنا عاوزين اجواء هادئه تمتاز بالروح الرياضيه، اجواء هادئه تمتاز بالروح الرياضيه، ده اللي احنا اللي بياكد عليه النادي الاهلي في بيان. وتصرف اداره النادي الاهلي بقى شهر مايو وبتاع وكلام بالشكل ده. هنا يبقى احنا قلنا هنا قرارات النادي الاهلي اللي احنا قلناها امبارح هي ما تم اعلانه اليوم، وقابل النادي الاهلي استقاله
المستشار تركي آل الشيخ امام الحاحه عليه، قال لك يعني الغاء القرار وهكذا. واللي انا قلت لكم عليه امبارح ان اللائحه ما فيهاش ما يؤدي الى قبول الاستقاله او الاقاله.